برئاسة سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، عقد مجلس إدارة قطر الخيرية اجتماعه الدوري، وتم فيه استعراض وتقييم أداء الجمعية حتى نهاية الربع الثالث لهذا العام. استعرضت قطر الخيرية تجربتها في مجال التسويق الإلكتروني ضمن ورشة تدريبية بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر. قام فريق نادي السد الرياضي بزيارة قرقيزيا في إطار مشاركته ببرنامج المتنافسون الإذاعي بهدف التعرف على مشروع الخيرية التنموي الذي يعتزم تنفيذه. إبرام اتفاقية تعاون مع إذاعة القرآن الكريم يتم بموجبها تخصيص برامج جمع التبرعات التي تبثها الإذاعة لقطر الخيرية بصفة حصرية.